مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا اهلا فيكم في لقاء جديد يجمعنا فيكم في قناة اس بي سي عبر برنامج تم، وكذلك ارحب باللي يستمعون لنا عبر إذاعة الرياض. نبدأ بهذا الخبر بالشراكة مع هوية استثمر في السعودية. انطلقت اليوم الاثنين قمة قادة التجزئة لتناقش مستقبل القطاع بمشاركة أكثر من 50 متحدث حول العالم. معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أكد أن التجارة الإلكترونية في المملكة نمت مؤخرا بشكل ملحوظ، وأشار إلى أنها توفر أكثر من 80 مليار ريال في السوق السعودي في مجال الخدمات والمنتجات و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية. للحديث أكثر عن هذه القمة يسرني أن يكون معي عبر الهاتف في اتصال الهاتفي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ خالد طاش. أستاذ خالد حياك الله معنا. الله يحييك أخوي خالد، أهلا وسهلا. استثمر في السعودية يبدو لي صارت خلاص هي المظلة أنا أقول الرسمية والجامعة لكل يعني يمكن الحملات والمشاريع اللي تدعو للاستثمار في السعودية، صحيح؟ صحيح، وحظينا بشرف كبير وثقة كبيرة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي لتوحيد هوية التسويق وجذب الاستثمارات للمملكة تحت شعار استثمر في السعودية. طبعا هذا جهد يعني تقوده الهيئة العامة للاستثمار، لكن هذه الهوية هي هوية لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضا اللي يساهم في جذب الاستثمارات وتسويق المملكة كبيئة استثمارية ووجهة استثمارية عالمية. وش دور مبادرة قبل ما أتكلم عن القمة اليوم اللي كانت عن في قطاع التجزئة بمشاركة 50 متحدث حول العالم، بس خليني أسأل المبادرة وش دورها يعني كمظلة جامعة لكل المبادرات لكل الفرص الاستثمارية اللي بالسعودية، وش دورها؟ هل دورها تحفيزي، دورها تسويقي؟ ودي توضحها بشكل أكبر. طيب، دورها التوحيد بشكل اساسي. يعني احنا اليوم نقول انه اي تسويق، اي عمليه تسويق لابد ان تكون الرساله واضحه. كل المسوقين اللي يسوقوا لسلعه ما او لخدمه ما او للاستثمار في وجهه ما لابد أن رسالتهم تكون واضحة وموحدة. فإحنا توحيد الرسائل وأيضا توحيد الجهود. كان في كثير من الجهود اللي تبذل من قبل بعض القطاعات مثلا أو بعض الجهات الحكومية اللي تروح تروج للاستثمار بالمملكة لكن بشكل منفصل. طبعا الاستثمار هو عملية متكاملة، المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية، يبحث عن قوانين، يبحث عن فرص ويبحث عن خدمات. فبالتالي تكامل الجهود بين الجهات المشرعة والجهات المنفذة والجهات المانحة للفرص أو للحوافز جميل. كان لابد أن يكون في عملية لتوحيد هذه الجهود وتنسيقها. يعني باختصار مبادرة استثمر في السعودية هي ستلملم يمكن كل الجهود اللي تدعو للاستثمار والفرص تحت مظلتها، بعد أن كانت ربما أحيانا في جهود تقوم بها بعض الجهات لكن كانت مبعثرة، الحين صارت تحت مظلة وهوية تستثمر في السعودية. هذا يمكن التعريف. طيب خليني أجي للقمة، القمة اللي تعنى بقطاع التجزئة، 50 متحدث حول العالم شاركوا، ويمكن نلحظ حتى أنا أتمنى حتى تحطونها في عين الاعتبار، استثمر في السعودية صارت السعودية والرياض وجهة عالمية حتى لقطاع المؤتمرات والفعاليات بشكل كبير، ومنها هالمبادرة القمة. القمة ليش ركزتوا على قطاع التجزئة على وجه التحديد وجذبتم لها يعني هذه القمة 50 متحدث حول العالم؟ طبعا هذه البدايه ان شاء الله، وفي قطاعات مؤتمرات وفعاليات لقطاعات اخرى ان شاء الله جايه في الطريق. قطاع التجزئه ترى قطاع حيوي ومهم جدا واستراتيجي في رؤيه 2030. احد التزامات الرؤيه تحت محور اقتصاد مزدهر هو قطاع تجزئه متطور. تطور قطاع التجزئه في اي بلد وفي اي اقتصاد يسري هذا الاقتصاد بشكل كبير جدا، من ناحيه خلق وظائف، من ناحيه توفير البيئه التنافسيه على صعيد جميع الخدمات والمنتجات، لانه في نهاية قطاع التجزئة هو يعني خلينا نقول حلقة الوصل ما بين كل منتج أو مقدم خدمة وما بين المستهلك. فبالتالي قطاع التجزئة قطاع مهم جدا، التركيز عليه في رؤية 2030 مهم، وهو أيضا أحد القطاعات الذي يحظى ب يعني تكامل جهود عدد كبير من الجهات. يعني اليوم كان معنا معالي محافظ الجمارك، كان معنا
البريد السعودي، كان معنا الشركات، كان معنا معالي وزير التجارة والاستثمار بلا شك. نعم. غدا إن شاء الله معالي وزير العمل راح يفتتح الجلسات بكلمة عن مبادرات التوطين وتمكين الشباب السعودي من يعني من العمل في قطاع التجزئة. فبلا شك قطاع التجزئة قطاع مهم جدا. هذه أولى الفعاليات اللي احنا حاولنا نستقطبها العالمية بالتزامن مع رئاسة المملكة لقمة العشرين. طبعا هذا راح يكون عام استثنائي للمملكة، حريصين فيه كالهيئة وكل القطاعات حقيقة بنشتغل تحت قيادة الأمان العامة لرئاسة المملكة لقمة العشرين لاستقطاب أهم الفعاليات والمؤتمرات. جميل. إلى المملكة في هذا طيب. العام. طيب خالد، خليني يعني أنا ودي والله يمكن في داخلي أسئلة كثيرة، بس خليني بقف مع اليوم كلمة يمكن معالي وزير التجارة والاستثمار دكتور ماجد القصبي يوم تكلم وقال احنا من مئات السنين اصلا احنا يعني لنا قصص نجاح تستحق ان تروى في مجال التجاره، وكاني يرمي الى مساله انه يعني يتوافق مع التوجه العام للدوله به تنويع مصادر الدخل، جذب استثمارات عالميه ومشاريع نوعيه قاعده تشتغل عليها الدوله الان للاتجاه في نفس هذا المسار. هل كان يريد ان يرمي الى ذلك يعني انه ترى منا بحنا بس النفط هو اللي خلانا يعني قوه اقتصاديه عالميه، إنما عندنا ممكنات أخرى وفرص وكنوز أخرى؟ بكل تأكيد، وهو ترى قال من آلاف السنين وليس من مئات السنين. أنا اختصرتها بعد. وكان في بعد آخر، لأنه هو معالي الوزير كان اليوم يرد على بعض الناس اللي قد يستغربوا تقدم المملكة بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الماضية فيما يخص المؤشرات الاقتصادية العالمية. يعني احنا نتكلم عن اليوم البنك الدولي يقول انه المملكة او صنف المملكة كأكثر دولة تطورا في مجال اصلاح البيئة الاستثمارية. نتكلم عن قفز بأكثر من 60 مركز او مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي. فهو قال هذا ما هو مستغرب علينا. صحيح مع الرؤية كان في حراك اكبر وبدأت جهود المملكة فيما يخص البيئة الاستثمارية والاصلاحات الاقتصادية تظهر بشكل اكثر على عالميا. نعم. لكن ترى هذا متجذر فينا احنا. صحيح. احنا ترى من قبل النفط احنا بلد تجاره، احنا ارض يعني تربط يعني موقعها يربط بين قارات العالم. نحن نستضيف الحجاج والمعتمرين من مئات السنوات وقائمين على التجاره، فمن قوافل. نعم. من سفن من صحيح. من يعني جميع انواع التجاره كانت وما زالت وستظل باذن الله هذه البلد هذه الارض يعني وطن مثمر بالخير لاهله وللعالم جميعا. جميل، شكرا لك استاذ خالد طاش وكيل محافظ الهيئه العامه للاستثمار، كنت معنا متحدث حول قمه قطاع التجزئه اللي شارك فيها اكثر من 50 متحدث ومتحدثه حول العالم. وللمعلوميه ترى يعني هذه يمكن القمه كانت ما تعقد الا يمكن في دبي يعني خارج نطاق، لكن الان صار عندنا جهود كبيره لاستقطاب وجذب كثير من المؤتمرات العالميه، وحنا نتحدث عن المملكه هي تقود دفه لواء قمه العشرين، وبالتالي من المتوقع ان نشهد خلال الفتره المقبله حراك قوي جدا لتحفيز وابراز كثير من جوانب القوه اللي نمتلكها والكنوز اللي تحتوي عليها ارضنا والتوجه الجديد، ونسوق لرؤيتنا رؤيه المملكه 2030 اللي الرؤيه الطموحه. بعد الفاصل راح نتحدث يعني يمكن قبل شوي جذب هذه الاستثمارات لها اثر كبير، انه وش فائده انه يعني يجون غير تفعيل يعني وتقويه الاقتصاد السعودي خلق فرص عمل للسعوديين والسعوديات. هذه بيكون لها اثر بالتاكيد يعني لما نشوف استثمارات عالميه كبيره عندنا في البلد. والامر الثاني خلنا على الخط الموازي، وش يعني مبادرات وزاره العمل في موضوع التوطين؟ هل حققت ثمارها؟ هل حققت اثرها؟ هل هي فعلا في المسار الصحيح لتطوير بيئه العمل في القطاع الخاص وفتح فرص وخلق وظائف لابنائنا وبناتنا فعلا تجعلهم مساهمين في البناء التنموي اللي نشهده؟ هذا حديثنا بعد الفاصل. يا هلا فيكم من جديد. يعني من اهداف
رؤيتنا الطموحة تقليص نسبة البطالة بحلول عام 2030 إلى 7%. طيب السؤال يطرح نفسه، من يعني الجهات المعنية بهذا الملف وبهذا التحدي الأكبر؟ بالتأكيد عدة جهات، ولكن المنظم والمشرع يتكلم عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت العديد من المبادرات، يمكن بلغت صار حتى عندهم بنك مبادرات، 68 مبادرة هدفها دعم التوطين وكذلك إحلال السعوديين وإدماجهم في سوق العمل. كيف أثر هالمبادرات وما الذي حققته على أرض الواقع فعلا للاتجاه في هذا المسار وتحقيق هذا الهدف؟ هذا سيكون موضوع نقاشنا هذه الليلة مع ضيوفي في الاستوديو، اللي أرحب فيهم، أرحب بأستاذ محمد الحمزة كاتب الرأي والمهتم بالشأن الاجتماعي، كذلك أرحب بالأستاذ بندر صفير مستشار الموارد البشرية، وأثلث بالترحيب بالأستاذ هاني الغامدي المستشار الرقابي. خلونا بالبداية ننطلق مع هالتقرير، وبعدها نبي إن شاء الله نتحدث بتفاصيل مع ضيوفنا. ثمانية وستون مبادرة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العام الماضي، يليها 20 مبادرة أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، بمجموع 88 مبادرة تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية. ولكن والله المبادرات هذه لا ما سمعتها. أنا متخرج حاليا ولا عمري سمعتها صراحة، يعني إذا كانت تقصد وزارة العمل. لا والله أول مرة أسمع فيها الصراحة وما استفدت منها والله للأسف لم توصلني يعني أي خبر، سواء عن الجريدة أو سواء شيء إعلام، للأسف لم يوصلني أي شيء. ما سمعت عنها بصراحة من قبل. لا لا تطبيقيا ما شفنا شيء، لا الآن ما شفنا شيء أبدا نهائيا. أنا بصراحة توني عرفت منك صراحة يعني، فما عندي فكرة والله عنها، ما قد سمعت عنها والله. لا والله المبادرات هذه للأسف ما شفت عنها شيء. نجاح الخطط وتحقيق الأهداف مرهون برواجها واقتناع الشرائح المستهدفة من خلال وسائل صحيحة كما يقولون. أعتقد أنه تسليط الضوء الإعلامي على هذه المبادرات ضروري، لأنه في كثير من أبنائنا وبناتنا ما يعرفون عنها، فتمنى من وزارة الإعلام بشكل عام ومن الوزارة نفسها أنها تسلط الضوء على هذه المبادرة لتعم الفائدة لشريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا. لازم تحرص أنها تغطيها إعلامية وتساعد الشباب، بما أنها تعبت وذلك لأنها تحصل الإنتاج بوجود أن الشباب يكونوا يشتركون فيها. والله أنا أسمع أن في يعني مبادرات، بس من وزارة العمل الصراحة ما سمعت ولا شفت. والله إذا بقول شيء للإعلام، يعني إذا بيوصلون الإعلام هو اللي بيوصلون، يعني اجتهادات أتوقع أنهم مجتهدين وما يقصرون، لكن القصور كله في الإعلام. يعني لازم تفعل مواقع السوشيال ميديا لأنها هي الآن المتوفرة حاليا، يعني أغلب الشعب السعودي الآن أغلب وقته على الجوال حقيقة. يعني إذا كنت سمعت فيها فأنا أسمع فقط شيء بسيط عنها، ولكن فهمها بما يعني أنه كيف أستفيد منها أو كيف أنه أعرف أحد يستفيد منها ووصل له الفكرة، أتوقع هذه جدا قليلة. فأنا أتوقع أن الإعلام ما وصل لنا هذه الفكرة، لأن إذا الإعلام وصل هذه الفكرة كان كلنا عرفنا عنها طبعا. يعني تقصير، يعني لو كان على السوشيال ميديا، في شغلات في السوشيال ميديا أسهل بكثير من أي مكان ثاني، ممكن تكون واضحة على سناب شات أو الانستغرام أو أي مكان، بس مو واضحة كثير. لبرنامج تم، عبد المحسن الزيلة. طيب خليني أبدأ معك محمد، يعني خلينا نبدأ ممكن شفنا كان في حتى لقاءات مع بعض المواطنين. نعم. ورأيهم في المبادرات، تتكلم عن 68 مبادرة وزارة العمل هدفها دعم التوطين وكذلك وإحلال السعوديين وتقليص يعني نسبة البطالة. كيف تشوف الوزارة مع الرؤية الجديدة مع المبادرات اللي أطلقتها؟ جميل. هل هي قاعدة تغير صورة ذهنية النمطية اللي كانت عنها سابقة ولا لا؟ في البداية أشكركم جميعا على الاستضافة. الوزارة
في الفترة الحالية بالذات مع بداية انطلاق مشروع التحول وبرامج التحول جالسة تقوم بأعمال كبيرة جدا 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 فوق ما نتخيل. يعني 68 مبادرة جالسة تقدم، ليس بالضرورة أن كل المبادرات تهم أفراد الناس، يعني جزء كبير منها مبادرات تخصصية. إذا بنتكلم عن مبادرات تشريعية وغيرها، هذه الناس ما تهمهم بصورة مباشرة، لكن قد يكون هناك بعض المبادرات تهم الناس. أقول لك نعم ممكن. الواقع الفعلي للوزارة بالذات في السنين الأخيرة في تغير كبير جدا، قد يكون ما زلنا في بداية تحرك العجلة، قد يكون قابل للقياس وللتغير وللنقد وللتعديل وللتغيير، وهذا موجود. وين وجه التغير طيب اللي تقول عنها فعلا؟ النقطة الأولى، الواضح الآن في موقف الوزارة تجاه القطاع الخاص وتجاه الناس الآن موقع الشراكة. في البداية كان موقع الند، بالذات السنين الماضية كانت الوزارة هي الند في الند للقطاع الخاص. الآن الوزارة تعمل على برنامج قوي جدا اللي هو في مسألة تمكين القطاع الخاص، في مسألة تمكين الناس، تمكين المرأة. فلذلك الوزارة وفقا لخدماتها الحالية هي جالسة تعمل مع القطاع الخاص ومع الناس لإعادة تشكيل الرؤية كاملة. المشاريع مشاريع كبيرة، مشاريع متنوعة، مشاريع متشعبة جدا. احنا لما نتكلم عن المشاريع اللي خاصة بالعمل أو خاصة ببرامج التنمية الاجتماعية، وانت تطالع لأشياء في جزء كبير منها يحتاج إلى ارتباط مع جهات أخرى، في أشياء كثيرة ليست الوزارة معنية بها بالدرجة الكاملة 100%. طيب هنا تقع مشكلة ثانية، إذا كانت الوزارة تسير برتم معين ووزارة ثانية تسير برتم معين، فبيقع هنا برضو نوع من الإشكال. طيب فلذلك الصورة مبدئيا بالنسبة لنا كمراقبين هناك عمل، هناك تحرك فعلي وقوي. طيب وهذا بندر أوجه لك السؤال، يعني 68 مبادرة، ويعني وحتى في مبادرات جديدة أعلن عنها، وحزمة المبادرات كلها لهدف واحد وهو دعم التوطين، خلق فرص لأبناء بنات الوطن. هل تتفق مع محمد أنه فعلا الوزارة الآن يعني قاعدة تغير من نمطها ومن طريقتها وصورتها الذهنية، ولا الوضع يحتاج كذلك إلى وقفة؟ أشكرك أولا على الاستضافة، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والسادة والسيدات المشاهدين. الحديث على وزارة العمل يجب أولا نتحدث عن إطار عام للوزارة قبل ما ندخل المبادرات. نتكلم على 68 مبادرة وتستهدف أي قطاع، لكن وزارة العمل دائما تخدم، وزارة العمل بشق العمل وليس التنمية الاجتماعية، يخدم المنشآت وبالتالي أصحاب العمل وأيضا الأفراد بما فيهم الباحثين عن العمل والعاملين الحاليين الموظفين الحاليين. نعم. هذه الفئات هذه هم يمسون الشيء الأكثر حساسية لدى المجتمع، الوظيفة. فبالتالي أبسط الناس اللي يبحث عن عمل من حق أن ينتقد ويتكلم، أيضا صاحب العمل لأنك أنت تلمس احتياجاته في موضوع الاستقدام وإلى آخره. التحدي اللي يواجه وزارة العمل أنها بحساسية وزارة التعليم وكذلك الصحة مع المواطن، لكن لا تملك كل الأدوات اللي تمكنها من تنفيذ مبادراتها. وش الأدوات اللي ما تملكها؟ مثلا وزارة الصحة تملك صلاحية أكبر قراراتها وتنفيذ تلك المبادرات، وزارة التعليم كذلك، لكن وزارة العمل ترتبط ارتباط كلي بمخرجات مثلا وزارة التعليم. هذا جانب. قصدك موائمة مخرجات مثلا التعليم مثلا؟ هذا جانب. وزارة العمل يعني تعمل بعد ما تنتهي وزارة التعليم من مخرجاتها، فهي معتمدة على جهة أخرى، فهذا الفرق. فمسؤولية وزارة العمل كبيرة جدا وقد تكون أقرب للإحراج أكثر أمام الرأي العام. طالما أنها تمس وظائف فبالتالي موضوع حساس جدا، سيتم تقييمها بناء على هذا الأمر. فبالتالي أنا لو لم أتحصل على وظيفة بالنسبة لي وزارة العمل لم تعمل. 68 مبادرة، 3 سنوات، دفعوا مليارات، هذا بالنسبة تعني المواطن الباحث. بالنسبة للمواطن أنا لم أعمل، فبالتالي مبادراتك هذه ما أجادت لي. أيضا للقطاع الخاص، أصحاب العمل لم أحصل على تأشيرات عمل، فبالتالي أنت ما قاعد تعمل رغم أن في عمل كبير جدا وبنتكلم عنه لاحقا، لكن القياس، أداة القياس هي إما تأشيرات بالنسبة لصاحب عمل وسهولة الإجراءات، أو فرصة عمل حقيقية للبحث عن عمل، هذا اللي بيتم التقييم. تدري أنا بطلع فاصل، بس تدري فيه يعني تباين
يعني ما بين يعني المواطن هم بالتأكيد عدد الفرص الوظيفية ومناسبتها وملائمتها وموائمتها اللي تتوفر، وفي في حين انه حق القطاع الخاص تأشيراتي بيزيد الوافدين اللي يجون في سوق العمل. أيوة. هل المعادلة هذه بتكون موزونة؟ نتكلم بتفاصيل اكبر بعد الفاصل. يا اهلا فيكم. نتحدث عن مبادرات التوطين والتوظيف اللي تقوم بها وزارة العمل ومدى يعني تأثيرها على الواقع وعلى سوق العمل بشكل عام وعلى توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن. خليني أسألك أخوي هاني، يعني أتوقع أنه عندنا يمكن الوزارة عندها صار عندها بنك مبادرات. صحيح. يعني ما شاء الله من عدد المبادرات الموجودة عندهم، لكن الحديث يعني كمراقب بشكل عام كيف تشوف يعني هذه المبادرات على عددها الكبير أثرها على أرض الواقع، مسارها في عملها في تكاملها مع الجهات لتحقيق المستهدفات كيف يمكن تراها؟ أولا أحب أن أشكرك على الاستضافة والأخوان. بالنسبة للمبادرات فعلا في موقع وزارة تحدثوا عن بنك هائل من المبادرات، وكان دافع لي بأني أدخل على موقع الوزارة وأحاول أتطلع وأني أنظر للموضوع. حاولت أني أخذ اثنين من المبادرات الموجودة، واحدة منها اللي هي مبادرة تسوية المخالفات العمالية إيه؟ وطبقها مع الواقع اللي إحنا موجودين اليوم فيه. الواقع يحكي أنه هذه واحدة من المبادرات لم تتحرك ساكنا، والدليل أنه هناك في إحدى القضايا اللي عرضت على هيئة تسوية المخالفات في وزارة العمل من أسبوع على حالة أقف عليها أنا، كان الموظف يطالب بشهادة الخبرة فقط منذ أكثر من عام من شركة في القطاع الخاص. صحيح. لم يحصل عليها إلا بعد أن تمت للمحكمة. صحيح. فأصبحت وزارة العمل اليوم وكأنها تطلق مبادرات لتطلع من مسؤولية حفظ حقوق الموظف والقطاع أمام القطاع الخاص. طيب في المحاكم العمالية الآن؟ محاكم عمالية لما ترهق المحكمة أنها تحكم في قضية شهادة خبرة فنحن في أمام مشكلة أكبر. مشكلة أكبر أمام إحنا في الرؤية لو تحدثنا عنها حقيقة. الرؤية هي استقطاب محاولة إشراك المواطن. وهناك أهداف للرؤية تتحدث أنه في حلول 2020 المفروض يكون عندنا 9% آسف التوطين. التوطين بعيد تماما بالأرقام عن الواقع اليوم. ليش ابتعد عن الواقع؟ المبادرات لن تصنع لنا الفارق حتى اليوم. لماذا؟ هذا مثال ضربته لك واحد من الأمثلة. عندك مثال آخر، طاقات برضو إحدى مبادرات وزارة العمل دخلت عليها بالأمس وحاولت أخذ لي لفة كذا سريعة. تخيل يا أخي العزيز أنه طبيب أسنان عام معروض الراتب 4500 ريال. هل هذا خلينا نشوفها. تفضل. هذه لقيتها في طاقات. صحيح. أمس طبيب أسنان، طبعا برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الوظيفة 4500 ريال. هذه المهمة اللي مطلوبة منه. هل هذا المبادرات ستصنع لي سوق مستقطب للكفاءات السعودية في ظل الرؤية اللي الدولة ما قصرت دعمت بالمليارات؟ وأنا متأكد من كلامي أنها ما تأخرت في أي دعم لوزارة العمل من خلال إعطائها الدعم المالي السخي حتى لرجال الأعمال، من خلال تكامل القابضة اللي هي المبادرات اللي عندها تمهير وما تمهير. الدولة لم تقصر، ولكن وزارة العمل لا زالت حتى اليوم بعيدا بالواقع وبالحالات أمامنا. في قبل أسبوع لو سمحت خلي وصل وجهة نظر هذه ترى عفوا هذا النوع من الإعلانات هذه نسميه حنا إعلانات موجهة. كيف موجهة؟ يعني إعلان أنا أتعمد أحطه برقم معين عشان أستهدف جنسية معينة.
أنا أعرف أن سعودي ما هو جاي يعني في طاقات 4500 ريال لا وبعدين هذه الشركة تعرضها 4500 هذه ما ياخذها هو طالب امتياز ياخذ أكثر منها الظاهر يعني بحكي لك تقريبا يعني الدولة كانت هو طالب امتياز وكم احنا نعرف من قرابة 1,000,000 ريال الظاهر يكلف طبيب الأسنان ويدرس في الجامعة يجي يعطون 4500 ريال بسوق العمل تابعنا هذا اللي خلي عندنا بطالة من أطباء الأسنان وكنت أسميها أنا البطالة الفخمة احنا خلينا اليوم حقيقة البرنامج نتحدث بالأرقام وبالواقع بعيدا عن المبادرات أحكي لك قصة قبل أسبوعين تابعت تصريح لمعالي وزير العمل تحدث فيه عن متوسط راتب المحاسب 7,000 ريال وعن هذه المهنة أنا ابن المهنة هذه وأعرف ما يدار في داخل مهنة المحاسبة مهنة المحاسبة لما تعرض برضو في طاقات أمس مدير محاسبة براتب 4,000 ريال وهو يقول معالي الوزير بأنه متوسط الرواتب 7,000 ريال غير صحيح الرواتب ما في متوسط الرواتب 4,000 5,000 وفي رواتب 70,000 و60,000 أصبحت اليوم تعطى للعقود الاستشارية بعيدا عن العقود التوظيفية استقطب لي وافد من الخارج أغطي له والحالات موجودة إذا يبغى معالي الوزير يطلع عليها أنا جاهز في أي وقت أستقطبهم بعقود سنوية مستشارين ماليين يؤدون أدوار أدوار وظيفية إيه؟ باستطاعة ابن الوطن يؤديها طيب خليني أنا يعني إحنا قاعدين نتناقش يعني عن موضوع فيه أطراف متعددة نتكلم عن جهة منظمة شرعية وزارة العمل نتكلم عن مبادرات وبرامج للتوطين تقوم فيها الوزارة ونتحدث عن شرائح تتعامل معها الوزارة شريحتين مهمة اللي هي الباحثين عن العمل والعاملين كذلك أكيد اللي بيعملوا في القطاع الخاص وكذلك الشركات والقطاع الخاص بحيث أنه يحفزونهم بالضبط. يعني طلعوا الوزارة حزمة يمكن برامج ومبادرات كلها محفزة للقطاع الخاص حتى يساهم في التوظيف إحنا نعرف يعني حتى أنه اتجاه يعني الحقيقة واضح أنه عندنا تنويع القاعدة الاقتصادية وأن يكون المسؤول عن موضوع خلق الفرص والقطاع الخاص هذا واضح يعني اللي يقرأ واقع يعني التغييرات والتحديث والأنظمة اللي قاعدة تصير في البلد هي في هذا الاتجاه جميل شوف يا أستاذ خالد يعني أنا ما جيت هنا محامي عن الوزارة إحنا من الناس اللي يقرأ المشهد من من الخارج ويحاول تقييم المسيرة هل هي ماشية بالطريقة الصحيحة أو لا أو كذا بعض الحوادث الخاصة أو الشخصية قد من الصعوبة أن نأخذها كشيء معمم هذا نقطة النقطة المهمة الثانية يعني أنا بالنسبة لي كمراقب يهمني الأرقام والإحصائيات اللي هم يطلعوها أو اللي يطلعها مثلا المركز الوطني للمؤشرات المركز الوطني لمركز أداء لا أداء ما يطلع المؤشرات أداء أصلا بينه وبين الجهات الحكومية ترى اتفاقية عدم إفصاح جيد أعطونا مؤشراتكم وإحنا لن نفصح عنها فبالتالي ما في مؤشرات جيد قاعدة تطلع على لكن يعني أداء على الجهات أداء من الأشياء اللي تحدث عنها قبل فترة قبل عدة أشهر أن وزارة العمل تكاد تكون من الوزارات الأولى اللي جالسة تقوم بعمل المبادرات أو طبقتها بشكل أفضل من وجهة نظر أداء وصرح فيها الرئيس ترى بشوف حنا ترى منا إحنا جايبين وزارة العمل وقاعدين حنا نشجع يعني أنا أتكلم إحنا عندنا هدف يعني استراتيجي في البلد اللي هو موضوع التوطين وكذلك وخلق فرص وظيفية إحنا بنقول أبغى سؤال أبحث عن إجابته هل المبادرات 68 وغيرها من المبادرات ساهمت في أننا نمشي في الاتجاه الصحيح لخلق فرص لدعم أبناء وبنات الوطن لذلك هذه برضو من النقاط المهمة لما نأتي عند سنة إلى سنتين من طرح المبادرات أتوقع أنه من المبكر جدا أن نحكم عليها أو نعطيها حكم إما بالنجاح أو الفشل فهي ما زالت بل جزء كبير منها يمكن ما زال حتى في بدايته يعني فما زلنا ننتظر النتائج هذا جانب الجانب الثاني ذكر الأستاذ نقطة مهمة جدا أن وزارة العمل جزء كبير من نشاطها مبني على مخرجات الجهات الأخرى طب هذه برضو يعني لا تلام فيها الوزارة قد تلام فيها الجهات الأخرى لكن المفترض يكون عندنا تقليص هالفجوة ما بين مخرجات التعليم نبتل حنا يعني إلى الآن في جامعات في تخصصات موجودة في جامعات تخرج والله ما لها حاجة في سوق العمل وفي عندنا يعني عاطلين في نفس التخصصات بالضبط لذلك من الأشياء اللي
من الواضح انه يعني في 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 حراك عام على هذا الامر، انه في محاوله لايجاد رؤيه موحده بين اكثر من قطاع. يعني احنا الان اذا نشوف وزاره العمل ومع وزاره الخدمه المدنيه مع وزاره الصحه، في اكثر من لجان يتكلموا بالذات عن بعض الوظائف، فحنا نشوف في حراك. لكن هل النتائج بالنسبه لنا الان في هذه اللحظه مرضيه؟ اقول لك لا، انا اقول لك لا. لكن هل هي سيئة؟ لا، ما زلنا ننتظر الأفضل، وبالذات اللي أمامنا الآن يكاد تكون أشياء ما كانت موجودة بالذات في فترة ماضية مع الرؤية ومع التغيرات الحديثة، فحنا نطمح أنها تكون هي المحرك، هي المحفز للتغيير الحقيقي. جميل. طيب خليني يعني يمكن الأنظمة والتشريعات بالتأكيد هي الحاكمة لسوق العمل والمنظمة. بالضبط. الآن سوق العمل بشكل عام كنظام عمل، خلينا الآن نبدأ من الرأس، يعني الرؤية يمكن كانت داعمة لتحديث كثير من اللوائح والأنظمة. صحيح. وشفنا عندنا عدة لوائح وأنظمة تم تحديثها. صح. نظام سوق العمل بوضعه الحالي، يعني هل هو فعلا يخدم هذا المسار في يعني مواجهة البطالة، توفير فرص العمل؟ أنا بوجهة نظري طالما النتائج اللي ذكرناها مؤشرات الأداء اللي تمس صاحب العمل وتمس المواطن الباحث العمل والعامل أيضا ما حققت المطلوب، فبنظر الجميع هذه ما حققت. إحنا إذا بنتكلم إحنا نسير في الاتجاه الصحيح، منذ إعلان الرؤية إحنا وضعنا خطة ونسير في الاتجاه الصحيح. لكن بذل جهود؟ نعم بذل جهود. هل كل جهد يعتبر صحيح؟ هنا سؤال مهم. ما ينفع من مراجعات. نعم. يعني هل البرامج التحول تم مراجعتها؟ فبالتالي امر طبيعي تراجع باب اولى، تراجع كل الوزارات وليس وزاره العمل. انا اظن ان مشيك في الطريق الصحيح ليس كافي، سرعه مشيك هي الاهم، سرعه مشيك الاهم، لان في بطء ممكن يسبب مشاكل اكبر بكثير من اللي انت تجنيها من هذه السرعه. أنا أظن أن وزارة العمل قاعد تبذل جهود زي ما تفضل الأستاذ، لكن لحد الآن المواطن لم يلمس هذه الجهود ولن يقدر هذه المبادرات طالما هو لم يلمس هذه الجهود، رغم أن في عمل كبير جدا. إحنا كمتخصصين نشوف العمل هذا 68 مبادرة موزعة للأفراد والمنشآت، لكن المواطن ما لمسها الآن، لأن لحد الآن في خلل ما بين التنسيق من عدة جهات، وطبعا الفجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل تكلمنا عنها كثير. صحيح. ردمها سهل بعملية نسميها احنا بريدجينج أو وضع تجسير. برامج تدريبية تجسير زي ما تفضل الأستاذ، إنها تغلق لك الفجوة هذه بشكل عاجل، ممكن تغلقها الآن. مخرجات تعليم نفترض، معني أنا ما أيد هذه العبارة بالمطلق. إيه؟ وبذكر لك بعد شوي ليش. إيه؟ لكن نفترض أنه في فئة هذه ما تناسب سوق العمل، طيب إيش الحل؟ يبقون بدون عمل؟ أكيد لا. وأم هذه المخرجات بدورات تدريبية معينة، برامج معينة حتى يتوائموا مع الاحتياج اللي يطلبه صاحب العمل. برامج تدريبية. هذا دور مين؟ المفترض، وليس وزارة العمل وحدها، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، طبعا صندوق التنمية الدولية. والقطاع الخاص ايش ما يكون له دور حتى في التدريب طبعا والتأهير. القطاع الخاص هو من ينفذ، لكن من يعتمد هذه البرامج، هذه السياسة العامة من يعتمدها؟ القطاع الخاص لن يستطيع اعتمادها. القطاع الخاص كحد أقصى ممكن يدرب موظفينه، لكن إني أجسر هؤلاء الموظفين مئات الألوف مثلا. إيه؟ وخليهم مناسبين لسوق العمل، هذه تحتاج. طيب احنا بنكمل حديثنا وخلونا بس نطلع الفاصل، وبعد الفاصل الحديث بقية. أهلا فيكم، نتحدث عن مبادرات التوطين والتوظيف. هاني خليني أسألك عن يعني يمكن يعني مهم جدا أن يكون عندنا نظام يحفز في سوق العمل، يحفز السعودي أنه يعني يعمل في القطاع الخاص هذا ابتداء، ويضمن ويطمئنه أنه فعلا سيجد بيئة عمل تطوره وتكون محفزة له وآمنة مهي بطاردة. هل هذا الأمر يتوفر في نظام العمل؟ بالنسبة لللوائح والأنظمة موجودة، ولكن تطبيقها على الواقع، الرقابة عليها، هذه إلى اليوم غير موجودة. وخلينا نعود لنقطة واحدة هي اللي تثبت النتائج. أنا أتكلم بالأرقام. في عام 2019 أصدرت وزارة العمل 1,200,000 تأشيرة
مليون و200 تأشيرة مقابل 600,000 في العام الماضي 2018. ضعف. ليش؟ وجهة نظرك. وظفت 320,000 وظيفة، وهذا يعني لنا أنه كل مواطن توظف تم إصدار 4 تأشيرات مقابله. أنا في نظري هذه هي المبادرات التحفيزية اللي أعطت للقطاع الخاص، اللي وظف واحد وأنا غير مطلع فيها، يمكن الأستاذ إيه؟ هنا هو اللي مطلع فيها على نطاقات قصدك. على نطاقات إيه؟ أنا بالنسبة لي إلى اليوم السوق غير مع المبادرات هذه ومع الحالات اللي أمامنا. لازالت وزارة العمل بحاجة إلى النظر إلى المواطن الموظف أكثر وإعطائه هو الأهمية القصوى. طيب، في مسح القوى العاملة كان عام 2018، أبعطيكم بس النتائج. عدد كم تتوقعوا نسبة السعوديين في القطاع الخاص؟ أعرف الوافدين 80%. عددهم 1.5 مليون تقريبا؟ تقريبا نسبة كنسبة أعطيك إياها 79.68% غير السعوديين، 80% والسعوديين بس 20.31%. هذه صادمة. صادمة جدا. هي ليش؟ وتحتاج وإذا إذا 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 مشينا بهال يعني، وقال لي 2019 زاد صار عندنا 1,200,000 تأشيرة، فمعناته ما راح يكون في توازن ولا راح أشوف يعني فعلا تتقلص هالنسبة إذا صار الوضع بهذا الشكل. إنه هذه هي مخرجات المبادرات، نريد صناعة الفارق من خلال قرارات إلغاء بند 77 اللي جعل المواطن هو الحلقة الأضعف، إلغاء البنود اللي تعسفت على المواطن وأعطت التاجر بدون وجه حق يقول للمواطن سلام عليكم انتهى التعاقد معك. الأمور كثيرة اليوم، سوق العمل السعودي بالمبادرات هذه يحكي لنا هو الأرقام. لن نطلع في نطاق الأرقام، وأنا أتذكر سمو سيدي ولي العهد في كلمة له قال سندع لغة الأرقام تتحدث. لغة الأرقام حققت نجاحات في قطاعات فخورون فيها اليوم، الترفيه، الفساد، في كثير من القطاعات الدولة أقدر أقول أنها تعدت مرحلة الرؤية، ولكن في ملف العمل لن أجامل على حساب الوطن والمواطن. نعم. هذا الملف يجب إعادة النظر فيه وبسرعة فائقة، إما بسحب الملف من وزارة العمل التي تقوم بأدوار غير أدوارها، أو إنها تقوم بدور تضارب مصالح بعنايتها بالوافد والمواطن والتاجر، فهي ما هي عارفة ترضي مين ومين ومين. الملف أتوقع أنه خارج عن إطار السيطرة. طيب، وهذا هو. طيب، وشايكم بهالجزئية، وإنها بعد حتى خلينا نأخذ كمثال طاقات على سبيل المثال، ولطاقات. طيب. يعني طاقات مفروض أنه يوفر فرص يعني للسعوديين، نطاقات كلما زاد نطاقك وظفت سعوديين فتح لك تأشيرات بقدر معين. طيب، أنا بوجهة نظري نطاقات هو أحد أسباب البطالة الحالية. كيف؟ أحد أسباب البطالة الحالية. البطالة الفخمة؟ لا لا، مو بشرط بطالة فخمة، الفخمة والأخرى. اللي صار في بداية نطاقات كان موجه لتوطين أعداد السعوديين، وهذا خطأ، يعني هذا يعتبر شبه جريمة. فأبيك توطن لي سعوديين فقط كعدد. إيش صار؟ صارت المنشآت تركز على الوظائف المساندة البسيطة، الدنيا أجيب معقب، أجيب استقبال، وأستبعد جميع الجامعين. هذا اللي راكم الآن الجامعين، وغير السعودة الوهمية، وإضافة يعني السعودة الوهمية إضافة. فهذا راكم أولا، هذا صنع 3 مشاكل. المشكلة الأولى راكم الموظفين الباحثين العمل الجامعيين، لأنهم سيتم استبعادهم. 2، النوهاو أو النقل المعرفي أصبح بيد غير السعوديين، لأن هم اللي يديرونه في المنشأة نفسها. معناته أنه اللي مسيطر على الوظائف القيادية في القطاع الخاص غير السعوديين؟ طبعاً 73% نعم، هم الصف الثاني، نعم هم، وأكبر الشركات أيضاً. اللي صار الآن في الـ3 سنوات الأخيرة أو السنتين الأخيرات، وزارة العمل بدأت تصحح نطاقات. وزارة العمل أصبح، هذه كتبتها في مقالتي الأخيرة، وزارة العمل صححت أخطاء وزارة العمل السابقة، فأصبح النطاقات يستهدف الوظائف وليس العدد، أصبح يستهدف الرواتب وليس العدد والوظائف أيضا، فبدأ جزئية. لكن النطاقات السابق هو اللي يمكن أحد الأسباب المهمة اللي أزم المشكلة. جزئية 77، البند 77 هو بند لن يلغى، ونعرف الأسباب ليش لن يلغى، لكن طرحنا أكثر مشكلة معالجتها، أهمها أنه
من غير المنطقي أنك مثلا أنا خبرتي سنة واحدة أو في حديث تخرج تعوضني بسنة براتب شهرين وأنت 20 سنة تعمل أعوضك براتب شهرين. المسألة هنا فيها إجحاف حقك كبير جدا. طيب لا 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 يعني أنا وقتي يمكن داهمني لكن أخيرا خلينا نقول وش وجهة نظركم في الخارطة العامة اللي من المفترض أننا نشوفها وتكون لها أثر على أرض الواقع وأثر اجتماعي بعد. حلو. أنا إذا بضيف شيء في الختام نختم فيه برضو من الأشياء المهمة لوزارة العمل حتى في مسألة التوطين وحتى في مسألة التوظيف وحتى في مسألة التأهيل اللي هو مسألة القطاع الثالث اللي يكاد يكون أنا أتفق الآن معكم أنه شبه مهمل في الوزارة ويحتاج إلى إعادة خلخلة من جديد. القطاع غير ربحي. القطاع الغير ربحي موظفي الجمعيات الخيرية والمؤسسات هذه هذول بالحالهم عندهم ملف معاناة كبير وجدنا يمكن حتى مستقبلهم المهني والوظيفي لا عندهم معاناة كبيرة يحتاج إلى وقفة. وفي الدول المتقدمة هذا القطاع يحتل مكانة كبيرة جدا في دعم التنمية دعم حتى المؤسسات والشركات. والمفترض أيضا لو بقول شيء للوزارة أنها تعمل على إعادة مفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية اللي تربط ما بين المواطن والقطاع الخاص والحكومة في إيجاد هذه الفرص النبيلة. جميل. بندر أما بعد شو بقى؟ المبادرات أنا بوجهة نظري الموجودة جيدة لكن هل يتم تفعيلها بالشكل الصحيح بالتوقيت الصحيح؟ هذا هو هذا الأهم من المبادرات نفسها. فرص توطين القياديين هذه يعني تخفف كثير من الضرر. أيضا عملية تجسير الباحثين عن عمل لحصول على الوظائف الحالية هذا أعتقد أهم الملفات اللي ممكن وزارة العمل تعمل عليها. هاني غياب الدور الرقابي اليوم في وزارة العمل وعلى الواقع هو اللي سمح للكثير بالتلاعب والتهاون مع الأنظمة والتشريعات الموجودة وإضعاف موقف المواطن في الشركات. وزارة العمل نقرأ كل يوم بتعيينات وتضخم إداري كبير ما شاء الله وحوكمة وما حوكمة والقطاع والنظام الرقابة الداخلي، ولكن نظام الرقابة الداخلي إن لم يكن يراقب من إدارات مراجعة داخلية وإدارات ذات استقلالية تتبع لمعالي الوزير أو تتبع لقطاع ثاني، فأنا أقول أنه العهد القديم الرقابي أنه أنزل السوق وأصورك وهات بطاقة أحوالك انتهى. إحنا في معايير محاسبة ومعايير مراجعة وفي حوكمة وفي أنظمة، يعني طيب الوضع يعني الوزارة أتمنى يتغير في هذا الجانب. جميل. شكرا جزيلا لكم الحقيقة الأستاذ محمد الحمزة كاتب الرأي، الأستاذ بندر صفير مستشار موارد بشرية، أستاذ هاني الغامدي المستشار الرقابي. يعني بالتأكيد وقلتها وأقولها دائما المواطن لا يهمه كم من مبادرة أطلقت، كم من برنامج دشن، كم من حملة إعلامية أقيمت، كم من خبر صحفي نشر، يهمه فقط أن توفر له فرص وظيفية في بلده. المواطن السعودي هو الأكفى والأقدر بشهادة الواقع وبشهادة كذلك يعني كلنا أبناء البلد نعرف مدى كفاءة أبنائنا لا من ناحية تعليمية ولا من حيث يعني المبادرة والعطاء. سابقا شوهوا سمعة السعودي وقالوا أنه غير كفو، وهذه كنت أقول دائما هي أكبر كذبة يكذبها الوافد لكي يعني يبقى ويضمن مكانه، لأنه في وجهة نظر من يدير القطاع الخاص هم أكفى بل هم أوفر له من ابن بلده يستثمر فيه ويوفر له فرص وظيفية. الاتجاه العام واضح وقال وزير الخدمة المدنية أن الدولة ستحفز القطاع الخاص، الوظائف الحكومية يعني لن تكون هي المستقبل إنما القطاع الخاص. واقع القطاع الخاص هل يقول أنه الآن جاهز فعلا لأن يكون له دور في تقليص نسبة البطالة وتوفير فرص العمل النوعية اللي يعتز فيها الوطن ونفخر فيها بالمواطن وإمكانياته وقدراته؟ لا يهمنا أرقام فقط ليست على أرض الواقع موجودة في أمان الله.